السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم في فني المطبخ والبيت. النهاردة مع بعض هنعمل كوبايات الكنافة او كاسات الكنافة. بصوا خفيفة وحلوة وتتاكل على طول، وعاملاها بتكة حصريا، يعني ما حدش عملها قبل كده. بصراحة انا عاملاها بصوص الخوخ ده كنا عاملينه كمبوت قبل كده، بس انا حطيت عليه معلقتين سكر وغليته كمان على النار ونقطة ليمون. يلا تعالوا المقادير ان شاء الله يعجبكم. هنقول نبدأ بالمقادير على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فنجان لبن ومسائع ده، ومعانا معلقتين لبن بودرة، معانا مثلثين جبنة، ممكن جبنة كيري بس انا ما عنديش فحطيت مثلثين، عندنا كريم شانتيه باكو، عندي نص كيلو كنافة فرفضتها كده وانا شفتها في الهواء اساسا، وبعد كده مسكتها وفرقتها ما بين ايدي فنعمت قوي، وحطيت معلقتين سمنة على النار وقلبتها فيها، والمكسرات بقى زي ما انت حابة. تمام. وده بقى ده الشربات اللي احنا هنسقي فيه، بس ده كمبوت الخوخ اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. انا حطيت عليه معلقتين سكر وغليته شوية وحطيت ليمون، هو تقيل شوية يعني. بصوا انا هسقي بيه وهحطه في النص بتاع في نص الكنافة. يلا مع بعض. بسم الله. اللبن مع بعض على الكريم شانتي، وهنحط مكعبين مثلثين الجبنة، اهو تمام، وايه واللبن البودرة. اللبن البودرة بديله كثافة، لو عندك معلقة قشطة ممكن تحطي، هيديله برضو طعم حلو قوي. يلا نضرب مع بعض. بسم الله. وده كده بعد بصوا ما زاد القوام بتاعه شوية، اهو بقى سميك شوية، بس احنا هنضرب فيه. وكده بعد ما ضربت الكريم شانتيه وارتفع قوامه بقى كويس جدا، خلاص هنجهز بقى الكوبايات وهنحط الكريمة في الكيس شانتي عشان نقدر ايه نظبط الكوبايات بتاعتنا. بصوا بقى انا هسقي بالشربات ازاي، الشربات بس مش الخوخ، الصوص بتاعه هيتسقى بس على خفيف كده عشان تبقى ايه مسكرة شوية، وهنقلبها هي كده خدت طعم السكر تقريبا. انا باخد بس الصوص بس مش اكتر. هسقيها على خفيف، وممكن تحط لها شربات، فنجان شربات مثلا. ما كده تمام وصلنا للي احنا عايزينه. هنجهز بقى مع بعض الكوبايات او الكاسات. اول حاجة حطينا طبقة كنافة، بصوا هنسويها بس وهنحط عليها كريم شانتي. كيس الكريم شانتي اهو، كيس الكريم شانتيه حطينا هنا. هنحط طبقة من الكمبوت بتاع الخوخ اللي قلتلكوا عليه، يعني حاجات بسيطة كده. بصوا هو تقل طبعا، هنحط طبقة كنافة بعدين الكريم شانتي، حابة تزينيها بقطع فواكه مسكرة ماشي، بمكسرات مفيش مشاكل. انا هحط عليها واحدة كريز فواكه مسكرة، واحدة فستق كده اهو. نعمل واحدة تانية ونرجع مع بعض. كده انا خلصت الكنافة زي ما انتوا شايفين معايا، اهو خلصتها كلها.
حطيتها في اكواب بلاستيك حتى، يا مش في كاسات. يا ريت تجربوها، هيطلع طعمها حلو، هتعجبكم قوي، هتعجب ولادكم. يا ريت اللي عجبه الفيديو بتاع النهارده يدوس لايك، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات دي. سلام عليكم.